تعتبر الملكية الفكرية في عصرنا الحديث عنصراً حيوياً يعزز الابتكار والنشاط الاقتصادي في العالم. نعم، فالمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تلعب دور هام بحماية حقوق الملكية الفكرية بدبي، وذلك عبر إدارة الملكية الفكرية يلي بتعمل على توعية قطاع الأعمال بأهمية تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى معالجة الشكاوى، وذلك لضمان بيئة عمل نزيهة وشفافة وتقديم النصح لأصحاب الأعمال، وذلك للمبادرة بحفظ حقوقهم من خلال تسجيل علاماتهم ووكالاتهم التجارية. طبعا للمزيد عن هذا الموضوع سنستضيف معنا في الاستوديو السيد أحمد محمد العوضي، مدير إدارة الملكية الفكرية في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. صباح الخير. صباح النور، نورتنا اليوم. نورك. بداية قبل ما نندم، حكينا من البداية عن الندم والابتعاد عن الندم، أهمية أو ما هي الملكية الفكرية بشكل عام وأهميتها بشكل عام؟ الملكية الفكرية أستاذي هي الابتكارات، الأفكار اللي تنتج من عقل الإنسان، سواء كانت صور، رسومات، مصنفات أدبية، مصنفات فكرية، مصنفات علمية يستغلها الإنسان في التجارة. هذا ما يسمى هاي بشكل عام معنى الملكية الفكرية. نعم. طيب، أبرز مهام حضرتكم بمؤسسة إدارة دبي للملكية الفكرية، أبرز المهام حتى تحافظوا وتحموا الممتلكات يلي ذكرتها، الملكية الفكرية أو الأفكار وما إلى هنالك؟ طبعا الملكية الفكرية مظلة كبيرة، طبعا تحتها طبعا براءات الاختراع، حقوق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق المجاورة. فالدائرة اختصاصها طبعا هذا المفهوم الشامل للملكية الفكرية، الدائرة عندها جزئين أساسيين اللي هي العلامات التجارية والغش التجاري. أدي مهم أنا يكون عندي ملكية فكرية، ومن ماذا أحمي نفسي إذا كان عندي ملكية فكرية لشيء معين؟ طبعا نفس ما قلنا مفهوم الملكية الفكرية أن الفكرة اللي تكون عند الإنسان كيف يحميها؟ إذا جت له فكرة معينة، سواء كانت صورة، سواء كان فكرة لمشروع تجاري، كيف يحميها؟ يحميها عن طريق التسجيل، تسجيل الفكرة أو العلامة أو المصنف الفكري أو أيا كان من الملكية الفكرية، يسجلها طبعا بشكل رسمي في وزارة الاقتصاد والتجارة، تصدر له شهادة علامة تجارية أو شهادة مصنف فكري أو، فبذلك في جهات أخرى للحماية. إحنا نفس ما أنا قلت لكم أول شيء إن إحنا معنيين بحماية العلامة التجارية. نعم. جميل. بحماية العلامة التجارية وبالوقت نفسه بالغش التجاري. نعم صحيح. طيب، بما أنه حضرتكم على رأس هذا العمل، أدى هالأمر يعتبر تحفيز لرواد الأعمال، للمبتكرين، للمستثمرين في دبي لما يعرفوا أنه هن بإمارة بتحميهم من الغش التجاري، وبالتالي إلى أي مدى تسجيل الملكية الفكرية بريحهم وبعزز لهم إبداعهم؟ طبعا التجار ورواد الأعمال يلاحظون هذا على أرض الواقع لما يتم تسجيلهم أو حمايتهم للعلامة التجارية عن طريق التسجيل. طبعا إذا لاحظ في السوق التجاري أي انتهاك أو التعرض لعلامتهم التجارية ممكن يلجأ لنا، وإحنا طبعا شغالين على طول الأسبوع، طول أيام الأسبوع، وتقريبا أوقت طول أيام الوقت اليوم يعني 24 ساعة تقريبا، مو 24 ساعة تقريبا إذا قلنا الوقت الكامل في اليوم نشتغل على هذا. في أي بلاغ أي شيء يكون هو التاجر مقيد العلامة سابقا عندنا، طبعا يستوفي الرسوم المطلوبة، وطبعا يتم الخروج على طول على موضوع الانتهاك أو التعدي على العلامة التجارية. طبعا هذا الأمر راحة نفسية للأشخاص، خاصة المبدعين اللي عندهم أفكار ريادية أو خاصة فيهم، راحة نفسية لهم أنه علامتهم محمية، يحسسهم بالأمان طبعا والاستقرار. استقرار السوق التجاري. والله أنا بصراحة جربتكم وتعاملكم سلس وسهل كان، يعني سجلت ملكية فكرية لأحد المواضيع، وكان المواضيع يعني حتى من سنوات كان الموضوع سلس وسهل،
وفي تعاون من قبلكم كان جيد جدا. هاي شهادة نحتسبها. في حال وجود شكوى. أي نعم. كيف تتعامل مع هاي الحالات؟ طبعا دائرة الاقتصاد والسياحة أنشأت بوابة اسمها بوابة الملكية الفكرية. يكون لصاحب الأعمال ممكن يقدم شكوى بمنتهى السهولة سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة بتقديم بعض المستندات المطلوبة. نفس ما أنا قلت أول شيء المفروض للحماية أن التاجر يكون عنده أهم شيء أو أهم مستند اللي هي شهادة العلامة التجارية المسجلة. ممكن منتهى اليسر يقدم عن طريق البوابة بوابة إلكترونية هي. بوابة إلكترونية نعم. اسمها بوابة الملكية الفكرية. نعم. طيب ما شاء الله عليكم، ذكرت قبل شوي أنه تقريبا على مدار اليوم ومدار أيام الأسبوع، يعني عم نحكي عن 24 ساعة 7 أيام. نعم. والأرقام بتثبت هيدا الموضوع. صحيح. 15,000 زيارة تفتيشية من قبل إدارة الملكية الفكرية بالنصف الأول، يعني عم نحكي نحن من يناير إلى يونيو 2024. نعم. ما شاء الله عليكم، عن ماذا أسفرت هذه الزيارات؟ صحيح، إحنا زياراتنا سواء كانت عن طريق شكاوي العلامة التجارية أو الغش التجاري أو حتى عن طريق النزول الميداني التفتيش الروتيني بشكل يومي. نعم. طبعا الملاحظ في السوق صراحة يعني الست شهور كانت نسبة الالتزام التجاري كبيرة أكثر من الانتهاكات أو التعدي على العلامات التجارية. جميل. فكانت نسبة الالتزام التجاري لاحظناها وحتى أصحاب الأعمال لاحظوها. أتصور أن ممكن عن يعني وعي التجار معرفتهم حقوقهم وواجباتهم هذا أسفر عن الالتزام التجاري. نعم. بالنسبة للحماية الفكرية حاب أتكلم عن هذا الموضوع، ما هو نطاق الحماية سيد أحمد؟ يعني طبعا نطاق الحماية بعد تسجيل العلامة التجارية، احنا نتكلم دائما عن العلامة بالضبط. لأن في جهات أخرى معنية في براءات الاختراع حقوق المؤلف حماية العلامة التجارية حدودها دولة الإمارات العربية المتحدة. تسجيلك يحميك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. بس أدي صعب في هذا الوقت أنه قد يكون هناك تخاطر تشابه خاصة بالملكية الفكرية نتحدث أو الفكرة تكون قريبة إلى حد ما، شو هي المعايير اللي بتاخذوها بعين الاعتبار للتفريق بين هذا الحق أصلي. بالضبط الأصلي أو التقليد؟ طبعا أنا أضرب يعني مثال، طبعا المفروض التاجر دائما يكون حذر في استخدام خاصة إذا ما كانت العلامة التجارية ملكه. يعني حاول يبتعد كل البعد عن طريقة الكلام، تغيير حرف واحد مش معناته أنت غيرت العلامة، أو تغيير شكل معين بسيط مش معناته أن أنت فرقت عن العلامة المسجلة. لا، هذا ما يحميك، بالعكس هذا ممكن يجرمك في حال أنت كنت مش مسجل للعلامة. طبعا فالابتعاد عن العلامة وشكلها الكامل يحمي التاجر الآخر من أي وقوع من المخالفات أو يترتب عليه مصادرة البضاعة أو طبعا هي مثل ما ذكر مهران بعض الأحيان بيكون في تخاطر، وعادة بتكون هالأمور واضحة ومنصوص عليها. يعني حتى مثلا إذا قلنا بالأعمال الموسيقية، حسب أساسام الشركة اللي تعنى بالمؤلفات الموسيقية لك حق مثلا تأخذ 7 نغمات من السلم الموسيقي من دون ما يعتبر أنه حضرتك سرقت مثلا معزوفة، ولكن تخاطر أفكار عند المبدعين. بس بالحديث عن التقليد الفعلي والغش، حضرتكم أيضا بتتولوا مصادرة البضائع المقلدة أو المغشوشة أو يلي منا أصلية. نعم. كيف بتم هالأمر؟ طبعا بعد عملية تقديم الشكوى عن طريق البوابة التاجر، موظفين بعد استيفاء طبعا المستندات ودراسة الشكوى طبعا بشكل متأني، يتم الخروج على المواقع المشكو في حقها. إذا تبين في وجود تعدي على علامة تجارية طبعا القسم والقانون خولنا أن نقوم مصادرة هذه البضاعة وتحويلها إلى مخازن الدائرة، ومن ثم في إجراءات أخرى طبعا لإتلافها وللإجراءات الأخرى. سيد أحمد، وأنت من أهل الاختصاص، شو النصيحة اللي بتقدمها للجمهور لحماية مستحقاتهم بشكل عام أو كمستهلك بشكل عام؟ طبعا أصحاب، نتكلم عن رواد الأعمال أول شيء اللي هم اللي يتعاملون ويانا بشكل رئيسي، ننصحهم المسارعة بتسجيل علاماتهم أو أي شيء يخص أفكارهم مبتكراتهم إبداعاتهم يسجلها حسب يحفظ حقوقه.
هذا ما يعني أصحاب الأعمال. أما بالنسبة للمستهلكين احنا دائما ننصحهم أن يلجؤون لمنافذ البيع المعروفة المعتمدة حسب ما يطيح في الغش التجاري أو يأخذ علامات أو بضائع متعدى عليها. نعم. طيب سؤال وباختصار لو سمحت، هل نفس المعايير تطبق فيما خص حماية العلامات التجارية وحماية الأفكار الإبداعية؟ لأنه طبعا بضاعة مغشوشة أو حقيبة مقلدة قادرين ممكن الخبير يكشف عليها ويقدر يعرف أنه هيدي بضاعة مغشوشة، ولكن لنفترض مثلا حقوق ملكية فكرية فيما خص كتاب أو عمل فني، هل المعايير نفسها قادرين تطبقوها حتى بناء على شكوى الصاحب العلامة تقدروا حضرتكم تلاقوا الشروط إذا مستوفيت أو لا؟ طبعا نفس ما ذكرت أول شيء في جهات أخرى معنية في المصنفات الأدبية وحقوق المؤلف. طبعا إذا سجل المصنف الفكري وهذا أكيد له حماية، بس طبعا مش مع دائرة الاقتصاد والسياحة. مش مع دائرة الاقتصاد. نعم. هلأ طبعا يمكن الخطوة الأساسية واللي حضرتك شددت عليها عدة مرات حتى نضمن حقنا لابد من تسجيل المنتج. نعم. حتى نضمن أنه نحن ملكيته بتعود. صحيح. لألنا. بالضبط. كل التوفيق لكم ونورتونا ومعلومات جدا مهمة، وفعلا لازم كل واحد عنده فكرة أو مشروع أو علامة تجارية لابد أنه يسجلها لحماية نفسه. بكل تأكيد سيد أحمد محمد العوضي مدير إدارة الملكية الفكرية في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شكرا جزيلا لتواجدك. شكرا لوجودك معنا.